عندكم بالمدرسة؟ عندنا 380 موظف، 380 تلميذ. 380 تلميذ. عندك 30-40 ما بيدفعوا. شو الأسباب اللي ما بيدفعوا فيها؟ مسائل إنسانية. مسائل إنسانية، مسائل اجتماعية، مسائل يعني بتعرف بالنهاية هذه مؤسسة وانعملت لأنها تحضن. بس في ناس بتقول إنه اللي ما دفع انطرد من المدرسة. لا، أعطوني واحد، جيبوا لي واحد. ولا واحد انطرد. ولا مش مستحيل. مش ذنب الولد يعني. نعم. هلا أنت مثلاً نحنا وفي الناس بتدفع 50، ناس بتدفع 100، كل إنسان وضعه. نعم. وطبعا الجمعية ببعض الحالات بشوف انه في من فوز دي قوسوا عندكم دايما بشوف عنا 80% من فوز. 80%؟ ايه طبعا نحن اكتر اولادنا من فوز. شو الاسباب؟ دليل نجاحنا ودليل عطائنا ودليل نحن كمدرسة من اول المدارس اللي عملت بالبلد، ونحن لو الجالية موجودة بالباراغواي كانوا كل الأولاد عنا. طبعا نحن مع يعني مع وجود مع وجود المؤسسات كلها ودعمها يعني مش عم نحكي عن يعني حضرتك بتأكد انه القسط غير مرتفع وهو يناسب؟ فك بالعكس، بالعكس اذا بدك قارن بغيرنا بنطلع نحن ما عم ناخد شيء. نعم. مناش نشحت فعلا لانه نحن انا صراحة اخ علي انا الي 10 سنين بالمؤسسة، انا ولا نهار واحد قال لي تليفون وقال لي يا اخ عبد الله يا حاج عبد الله يا انه اذا في عندك ولد مش قادر يلبس او ولد ما عندوش كتاب او ولد مش قادر يدفع قسط لندفع عنه يعني معلش. ما حدا لا هلا في اخوان يعني ببعض الامرار الايام بنقصدهم، في ناس اوادم وطيبين بيساعدوا. طبعا عم نحكي على صعيد جمعية ولا انا عم بحكي على صعيد مركز تربوي لبنان ما حدا ساعدنا. بس بحب نوه بالجمعية الاتحاد النساء اللبنانيات، أول مرة طبعا هاي هذيك السنة تبرعوا عن ولد وهي السنة تبرعوا عن ولدين يعني دفعوا لنا 5000 ريال اجوا تبرعوا هني طبعا للمدرسة هول وصلوا لنا السنة فما عناش باب تاني يعني عنا هالقسط هيدا بفوت القسط بدك تصرف عنا يعني بشكل عام ميزانية اللي عم توصلكم من تسجيلات الأولاد والأقساط ما عم بتغطي مصاريف المدرسة ولا نحن عبر. الحمد لله مش عم نشكي يعني نحن ما شكينا ولا ما في أرباح بالمدرسة ما لا شكينا ولا عم نقول لا في ناس بس يعني عادة هلا أيام بتغطي المدرسة بيفضل عنك قرشين بس يفضل عنك قرشين شو بدك تعمل آخر السنة بدك تعمل صيانة بدك تعمل صيانة للأوتوكارات بدك تعمل صيانة للمدرسة هلا الناس بمخيلتها أنه في أرباح هائلة منه. ماشي أي واحد نحن قدامك بقلك أي إنسان بيحب يجي يزورنا نحن معنا مش بعدين إذا في أرباح خير إن شاء الله ما هي جمعية عنا نحن 13 عضو يعني فكل واحد ما تستقل حدا كل واحد بيحاسبك على السنتابه فما يهكلوش هم نعم. الأمانة يعني في كثافة بالمواد هيدا اعتراض من الاعتراضات طبعا هيدا الاعتراض اجا يعني حتى بالأمانة ما اجا على مدرستكم بالتحديد ولكن اجا على عموم المدارس واجينا بالتحديد على مدرسة المدرسة اللبنانية البرازيلية في فوز دي جواسو ونحن ندعو أيضا المؤسسين أو المسؤولين عن المدرسة اللبنانية البرازيلية لقبول دعوة شبكة الحدود بإقامة لقاء مباشر من أجل مناقشة هواجس الأهالي وبهذا المجال نشكر السيد عبد الله رضا على صراحته وعلى وجوده معنا وتجاوبه في هذا الموضوع. بيقولوا أنه في كثافة بالمواد الطلاب ما عم يستطيعوا يدركوا كل هيدي المواد مع بعضها عم تسبب أزمة للأهل ما في هو ما في كثافة بالمواد ولكن في ولاد ما بيستوعبوا 3 لغات هو قلال يعني في ولاد شو بتعملوا معه؟ يعني بنحاول نساعده نحن عنا معلمة خاصة اللي بيجي لعنا وضعيف باللغة العربية عنا معلمة خاصة بتساعده لا تقدر تمشي مع الفئاته عندنا معلمة خاصة باللغة العربية بذات الوقت عندنا معلمة خاصة اللي جاي مثلا من لبنان وما عنده لغة إسبانية كمان عندنا معلمة كمان مدرس خاص بنحاول نأهله ولا في كلام بينصار مع الناس أيضا بيقولوا إنه اللي مستوياتهم ضعيفة حضرتكم بتهددوا أهلهم بطردهم صحيح هذا الموضوع؟
لا نحن إذا أنت بدك يعني هذا الحكي طبعا عاري عن الصحة اللي هن ضعاف، نحن دورنا وأنه نساعدهم ونوقف حدهم. نعم. فيعني أنت لما بتاخد الولد الشاطر والولد اللي ضعيف بتطرده، شو فضلك يعني؟ وين جهدك وين عملك؟ بالعكس صحيح. بالنسبة للمعلمات كنا حكينا نحن وياك في هذا الموضوع، بالمدرسة عندكم في أطفال باراغواجيين؟ ايه طبعا باراغواجيين، باراغواي وأمه بيو باراغواي، هو باراغواي. كم طالب عندكم؟ عندنا بحدود 10 طلاب، ولكن نحن كنا نعطي كل سنة منحة 10 منح لطلاب الباراغواي، ولكن نحن بنشترط انه يبلش عندنا من صف الروضة. وكيف بتنقوا هيدي المنح؟ على اي اساس؟ نحن بنقدمهم كنا للكوفرنادور وللبلدية انه هن يبعثوا لنا اولاد من عندهم، طبعا منحة مجانية 100%. وهيدا اللي عم يتم؟ ايه هيدا اللي عم يتم، بس نحن المشكلة انه هن مثلا بيجينا ولد بالعمر يعني او بصف الثاني او الثالث، ما يعني نحن ما ناخذه صغير لان اهله. نعم. فهلا اللي عندنا نحن باراغواجية، يا ريت ما كنتش عملنا امس اخر مد الاحتفال تخريج البرافير، فاللي قدم العريف اللي كان واللي قدم واللي تلا القران هو باراغوايو، فالناس استغربت. باراغوايو من اب وام باراغواجية؟ ايه باراغوايو، بروح على الجامع كان معنا نهار الجمعه ويصلي، وانا قلت له لبيو انه ابنك ما في امنعه، انا ما في اقول له ما تروحش، يعني عيب بحق انه قل له خليك بالصف ما تروحش. فقال لي بيو لا انا ابني مقتنع هيك، بالعكس انا مبسوط. موافقين اهله على هذا؟ ايه اولاده، هلا بعض الاولاد شنو. طب هذه التجربه بس تزورنا انت على فيك تحكي معهم، يعني بيحكي عربي ومش بيحكي عربي، ما تفكروش باراغواي. هذه التجربه بتخليكم تطوروا هذا الموضوع؟ طبعا انا بركز عليه انه هول اللي نحن بنربيهم بيربوا عنا، وخاصه هول الاولاد. يعني تصور انت شاب هلا صار عمره 15 16 سنه باراغواي، رفيقات البنات بيحلفوا بحياته من حيث الادب ومن حيث الاحترام ومن حيث عاداتنا وتقاليدنا، بتحسوا واحد مننا. هذا يعني خليني اعترف لك انه هذا الموضوع ما عندنا اي خبر فيه، وان شاء الله وان شاء الله نحن بنزور هذا الموضوع وبنعمل لقاء معه. نرجع لموضوع المدرسة، انت بتعرف استاذ عبد الله انه مرات عم يصير في بعض العوارض الصحية، يعني في مرات مثلا الانفلونزيا الخنازير وغيرهم، او الاوبئة العادية اللي بيصير فيها عدوى دائما، والمدارس اكثر الاماكن اللي بتعيش خطورة هذا الموضوع. مرقت على فترة بفترة معينة بفوز دي جواسو وسيد ليستي، مراحل الفابري أماريلا ومراحل الانفلونزا الخنازير وغيرهم، كيف كنتوا تعالجوا هذا الموضوع؟ والله نحن الحمد لله ما صار عنا ولا حالة. تاني شغلة نحن عاملين مثل يعني متفقين مع مؤسسة صحية، يعني بتجي بتعمل كشف على كل الأولاد، بتعمل كشف دوري، تسجل أسماءهم، واشتراك بالسنة كله 25 ريال. فهذا الولد أي شيء بيصير، حالة طارئة، بيوقع بيكسر إجره، بتعرف الولد معرض، بيروح راسه، بصير عنده حالة استثنائية، غشيان، استفراغ، بيجي الطبيب مع الإسعاف. والحمد لله ولا حالة، ما عندنا الحمد لله ما صار عندنا ولا حالة، عاد عن هيك النظافة، نظافة أساسية بالمؤسسة. تاني شغلة منرش دايما مبيدات، يعني بس يظهر الأولاد من المؤسسة، كنت رش يومية بعد الظهر، يعني أمرها نستعين من البلدية، بتعرف الوضع بالباراغواي بس. فالحمد لله نحن ما صار عندنا ولا حالة، نشكر الله. سمحت الشيخ محمد خليل بمقابلة معه هون، سألناه عن موضوع الجالية العربية والأطفال، يعني شباب الجالية، وأكد لنا أنه في حوالي 11 حالة يتعاطوا المخدرات. لمستوا شي حالات معينة داخل المدرسة بهذا الموضوع؟ والله أنا فعلا أنا من الناس الحارسين كتير على الموضوع هذا، ومستعد حاربه بكل ما أوتيت من قوة، أنه خصوصا أنه أكثرية المدارس الموجودة، خاصة أنه أولادنا، يعني بالنهاية مجتمعنا، بالنهاية نحن عم نفني حياتنا لنربي هالأجيال على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا. وأنا كتير يعني هلا خاصة السيد بلبنان عم بعطي حصة الدين، يعني فعم بعطيها بشكل محاضرة يعني. نعم. فأنا فعلا بعتز وبفتخر، يعني كتير سعيد لمسألة واحدة
انه بلاقي تعبنا مش عم يروح هذا، لانه بلاقي اولادنا يعني صراحه البنت اذا بحكي معها هيك كلمتين ثلاثه يعني هيك بكون يعني بتعرف محتد شوي، بكون عامله بصير وشها احمر يعني من الحياه. وشبابنا يعني ما في ما لمست انت لا الحمد لله البراءه والطيبه. هلا بيبقى الولد بده شيطن، بده يعمل حركات وكذا، ولكن بضل مسائل بسيطه قدام الشيء اللي انت عم تفضل فيه. بتحس في تعاون من الاهل معكم بموضوع تدريس؟ بتعرف انت استاذ عبد الله اليوم المدرسه لا تكفي من اجل تثقيف الولد وتخريجه الى المجتمع، ولكن يجب ان يكون هناك تكامل ما بين دور المدرسه ودور البيت. اكيد، ودور البيت اهم من دور المدرسه. كنت حكيت معك باحتفال تحجيب البنات وقلت لي انه ما في كتير تعاون بهذا الموضوع. شو بتحب تحكي معنا؟ في بعض الناس، في ناس كتير بيتعاونوا، وبعض الناس هلا يعني ظروف شغلهم بتعرف حياتنا، يعني حياتنا ما هون روتين عم نعيشه، ولا الرجل بيظهر من بيته من الساعة 6 بيجي من شغله، بيجي على بيظهر من البيت من الساعة 6 بيرجع الساعة 6. بتصادفكم حالات كآبة داخل المدرسة، أطفال كئيبين يعني عندهم جو عائلي غير سليم غير صحيح؟ صارت بتصير يعني، صارت حالة 2-3 مثلا بالسنة منعالجها يعني. تحاولوا تعالجوها مع الأهل ولا مع عبر الطب النفسي؟ منحاولها أول شيء منعالجها نحنا، بعدين لما تكون حالة مستعصية طبعا منلجأ للطب. بس يعني الأهل لازم يهتموا أكثر بأولادهم، يعطوهم الموضوع الأخلاقي مسيطر عليه داخل المدرسة. هذا من نعم الله علينا كتير كتير. لم يسجل أي حالة؟ لا ما الحمد لله، يعني أنا فعلا بقول لك أنه أنا هالشغلة الوحيدة اللي أنا يعني مثل ما بقوله بتفشل خلق بتخليني ارتاح انه تعبنا مش عم يروح على الفاضي. طيب بدي اختم موضوع المدرسه بعد عندنا شوي حول الجمعيه، حول نشاطاتكم بالجمعيه. سؤال اخير بالنسبه لموضوع المدرسه، كان اجاني امبارح اتصال وقالوا انه استيضاح من السيد عبد الله رضا انه في بعض المعلمات انشالوا من المدرسه بطريقه يعني مش ردا على عمل قاموا فيه. شو بترد استاذ عبد الله على هذا الموضوع؟ يعني ما بلاقي انه يعني ما بسمحش لنفسي اقول جيبوا ومين والى اخره، بس هالحكي بصحيح غير صحيح. نحن مستعدين نستقبل، وهلا ومع انه نحن طبعا مكتمل عنا. انت حضرتك بس استلمت هيدي المؤسسه عملت فيها بعض التعديلات صحيح هذا؟ طبعا عملت تعديلات كثيرة. نعم. بدي احكي شوي عن الجمعية الخيرية الإسلامية بالباراغواي. نحن كنا بفترة من الفترات غطينا موضوع تقدم قرطاسية ومساعدات إلى بعض أبناء الجالية في الباراغواي، أو عفوا بعض أبناء دولة الباراغواي، وحضرتك قلت أنه عملته مستوصف بأحد السجون. في عندكم شيء نشاط معين رح تقوموا فيه قريبا؟ نحن بالنهاية هذا الشعب اللي نحن عايشين على أرضه، هذه الدولة اللي حضنتنا اللي منتنفس هواها اللي منتقاسم لقمة الخبز نحن وأهلها، حق علينا نحن كمان وواجب انه نقدم شيء لهالشعب يعني. فنحن اللي بنستطيع اللي عم نقدمه من خلال الكنيسة يعني، طبعا من خلال الجمعيات. في عندكم تواصل مع الكنيسة؟ طبعا مع الكنيسة، مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الموجودة بالبلد. فكان إن إحنا بنينا مدرستين، ومرة بنينا سور لمدرسة يعني. تصور بتقولنا مديرة المدرسة حلم 30 سنة حققونا إياه الجالية اللبنانية، لأنه كانوا يفوتوا لهم وتعرف شو بيصير بالباراغواي. عملنا لنا لك المستوصف بالسجن، كل سنة بنوزع من 2000-3000 حصة غذائية. عندكم نشاط ثقافي مثل ما شايف معك شوية كتب؟ عندي عنا هذا كتاب الصلاة. نعم كتاب الصلاة هذا بيوزع مجانا؟ هذا بتوزع مجانا طبعا، يعني اللي بيحب انه طبعا لطلاب المدرسة. هذي بس بنحطها على الكاميرا مع الزميل ياسين حجازي. كيف تصلي الصلاة الصحيحة؟ هذا كتاب يوزع مجانا، اللي بيحب انه يحوز على الكتاب هذا الكتاب بامكانه يتواصل مع الجمعية الخيرية الإسلامية في الباراغواي أو بحسينية الإمام الصدر. هذا فكرت الصائم يعني كمان أيضا. بالنسبة لشهر رمضان القادم إن شاء الله، اللي بيحب يحوز على هذا الكتاب
هذه شهر الأضحية مأسورة. هذا كله من إنتاج الجمعية. هذه في رحاب ليلة القدر كمان. إيه كله طبعاً. كتيبات عن حياة الإمام الصدر. نعم. فهذه كلها طبعاً كل سنة نحن منقوم بهال بالعمل الثقافي، عمل من ضمن شغلنا، يعني ضمن نطاق عملنا كجمعية. الوقت عم يمرق بسرعة، عندي بعض أسئلة تفضل. بتمنى منك أنه تكون عليها إجابات سريعة جدا، لأنه أسئلتنا كتير والورق الوقت مرق بشكل سريع جدا. تفضل. شايف قدامك طبعا عم يشيروا لي أنه الوقت انتهى، ولكن بدي خمس دقائق فقط ضيف. هيدي الورقة حضرتك كنت قايل لي أنه عن إذنك كنت قايل لي إنه هيدي الورقة هي لعمل لتعملوا مسح شامل عن أبناء الجالية اللبنانية. طبعاً نتمنى الناس يتعاونوا معنا طبعاً، إنه هذا مسح شامل كمان لمصلحتهم، لمصلحة الجالية. نعم. بهيدي الورقة في الاسم، محل وتاريخ الولادة، اسم الزوجي، اسم الأولاد مع أعمارهم، رقم السجل، محل الإقامة، رقم الهاتف، المهنة، مكان العمل، ورقم الهاتف. لشو بك تستعملوا هيدي الإحصائية؟ هذه لنستفيد من نستفيد منها سياسيا، نستفيد منها اجتماعيا، وخاصة نحن بنقول انه نحن الجالي هون 15000 و20000، ما حدا بيعرف العدد الصحيح. ثاني شغلة، ما في احصائية رسمية، ما في. ثاني شغلة بتقول انا بدي انزل ترشح للانتخابات بفوز دي غواسو، طب ومين وين احصائيتك؟ هذه الاحصائية نحن بنكون نعرف شو عنا، بنكون نعرف كم صوت عنا، مين هو اللي قادر ينتخب كمان بالباراغواي. عدا عن هيك نحن بال 2013 في انتخابات، نحن كجيل نشارك بالانتخابات، لازم نكون كمان في احصائيه للناس من هالباب. عندكم مرشح معين بفوز دي غواسو للانتخابات؟ والله كل انسان مؤهل متعلم فهمان بيخدم الجيل نحن معه. ما ما يعني بس كتار اسم الله ونازلين طبشوا بعض. شو والله انا في في اسم اسمان بس مش هعلن الا حتى يصير فول مثلهم. مرشحين يعني الناس بتعرفهم ولا لا؟ لا مش مرشحين جداد، لا. وانا بلاقي فيهم حضرتك رح ترشحهم؟ انا بتمنى ادعمهم يعني، بس هن اذا بيحبوا يترشحون احنا مستعدين ندعمهم ونساعدهم، لانه بلاقي فيهم الكفاءه والمقدره. السيده انيسه غزاوي بمقابله سابقه معها قالت انه العرب عندهم 2400 صوت بفوز دي غواسو. الاستاذ محمد بركات قال انه 800 صوت فقط حازوا المرشحين العرب، يعني تقريبا ما لها سبب. قلت لك ما في احصائيه، ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف. هذا هالاحصائيه اللي نحن حنقوم فيها، بنتمنى الناس تتعاون معنا، هي اللي بتعطي النتيجه. وزيت الوقت بصير نقول نحن عنا 500 صوت، عنا 1000 صوت، عنا 10000 صوت، بنقدر نفاوض عليها، بنقدر نشتغل. بس قادرين تسيطروا بحال انتم عملتوا احصاء، قادرين تسيطروا على الاصوات العربيه؟ مبين عليها اصوات مشتته، يعني كل واحد بيغني على ليلى. لما بنقعد مثل ما قعدنا على طاوله، مثل ما قعدنا هيك طاوله مستديره، ونشيل الأنا من النا من النا من النص، ومننقل الإنسان المناسب اللي نمشي فيه، الكل بده يمشي. أستاذ عبد الله عم تحكي اليوم عن أحلام. لا واقع. حضرتك يعني عندك أمل بأنه هيدي المسائل تتحقق؟ تتحقق، لا تتحقق بكل بساطة تتحقق. لما أنا بيجي بقول للمناسب مناسب، واللي مش مناسب بقول له تفضل اقعد على جنب، ما فيها مشكلة. يعني حضرتك لما بتقوم بهذا الإحصاء الكامل، طبعا نحن نتمنى على أبناء الجالية العربية واللبنانية أنهم يتجاوبوا مع هذا الإحصاء اللي راح يقوموا فيه طلاب الثانوية في المركز التربوي اللبناني، يتجاوب مع هذا الإحصاء، ولعلها تكون بداية من أجل أن يصبح هناك عمل رسمي معلن، وعمل حقيقة فيه شيء من الشفافية والموضوعية. إذا عملتوا هذا الإحصاء رح ترجعوا لكافة وجهاء الجالية اللبنانية طبعا من أجل طبعا طبعا أنا هذا بحب سلمه لكل المؤسسات والجهة الرسمية بالبلد، لكل الأخوان الموجودين على. طيب عندي سؤالين بشكل سريع جدا، وأرى أنه الإشارات مش عم تتوقف بهذا الموضوع، ولكن ليبيا أستاذ عبد الله، حضرتك قبل ما نفوت على الاستوديو حكيتني كتير بمزايا الإمام الصدر، وطبعا خطابكم كمنتمين إلى حركة أمل دائما يتكلم بوجدانية عن السيد موسى الصدر عاده الله سالما. عندكم أمل بأنه هذا الموضوع ينحل بعد سقوط النظام الليبي؟ والله أملنا بالله كبير، ولا يوم من الأيام
سبحان الله ولا يوم من الأيام فقدتوا الأمل. فقدنا الأمل. طبعا نحن بنتمنى أنه تظهر الحقيقة، كل الحقيقة بالدنيا. يعني الحكومة اللبنانية اللي تشكلت جديد، شو رأيك فيها بشكل مختصر؟ بشكل مختصر بحب أقول في ناس تصنع الأحداث، في ناس بصير أحداث تصنع هيدا الناس، بصيروا قادة وبصيروا زعمة، وفي ناس هن بيصنعوا الأحداث بيصنعوا التاريخ. عنات دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري لما ضحى بوزير، لما ضحى بوزير ومستعد يضحي بوزير واثنين وثلاثة، لأنه فعلا عم يجسد خط ومبادئ الإمام الصدر. فمن هون بقول مش للمرة الأولى، للمرة الألف بيثبت دولة الرئيس أنه هو صمام أمان لبنان. فنتمنى على القاضي والزعمة بلبنان أنه بس يطلعوا، يطلعوا بس بجهدنا وبتعبنا، ويتكلوا على الله. الناس ملت والناس صارت بحاجة للقمة الخبز. يعني الناس ما عاش عندها يعني ما عاش عندها شيء تفاوض عليه. فهذه أمل معقودة على الثورات العربية وخاصة ما يحصل في سوريا. الثورات العربية أنا يعني بقول ثورة مصر أو ثورة تونس بلشت صح، والباقي في شك فيه. يعني في شك، في شك، لأنه ما مش رمون كنترول. وبعدين الأمم المتحدة والعالم الأوروبي مثل ما أنك بتعرف مجلس الأمن أعور بشوف بعين واحدة. فهذا المصداقية إن شاء الله. أستاذ عبد الله، سؤال أخير عن جد اليوم. بعدك زعلان من شبكة الحدود؟ لا بالعكس، إلي الشرف إنه طلعت معكم. مثل ما قلت بالعكس أنا مستعد لأي شيء بتطلبوه. نحن خاصة حضرتك والأخ ياسين عم تقوم بعمل جبار، وعمل عم تجعله من الضعف قوة. بالعكس نحن لما نشوف شباب طيبين ومتعلمين وقادرين يوصلوا، نحن لازم نوقف معهم. إن كان صار في سوء تفاهم فالله يسامحكم والله يسامحنا بدون شك. أنا بدي أشكرك من كل قلبي على هيدا اللقاء، بشكر رحابة صدرك، بشكر صراحتك، وبتمنى لك التوفيق بكل اللي حضرتك يعني بكل هيدي المشاريع اللي بنعتبرها أنها بتصب حقيقة بصالح الجالية اللبنانية. ونحن رح نتابع معك خطوة بخطوة هيدي الأمور، وأيضا بقدر ما نحن حريصين على وحدة صف هذه الجالية وعلى حمايتها والدفاع عنها، بقدر ما نحن سنسائل وسنحاسب كل من يعترض على تنظيم وإنشاء هيكلية جديدة لهذه الجالية بيضمن فيها بقائنا، بيضمن فيها فعاليتنا السياسية، وأيضا يضمن مستقبل أولادنا حتى يوصلوا لمحل ما نترك لهم فيه فراغ ممكن من خلاله يعيشوا الاضطهاد ويعيشوا إذا بدك مواطنين من درجة تانية. بدي أشكرك مرة تانية، بدي أشكر كل اللي ساهموا معنا بهذه الحلقة، وخصوصا الزميل ياسين حجازي وجاكسون، وأيضا بدي أشكر السيدة سونيا إناس فندرام على متابعتها هذا الموضوع. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكل الذين ساهموا معنا من خلال إرسال الأسئلة، للذين اتصلوا وللجميع. ونسأل الله أن نكون قد أجبنا على الكثير من الأسئلة التي تودون الإجابة عليها. أنا شخصيا أعتذر لكل المشاهدين على توقف البرنامج حتى الأول من الشهر الثامن، يعني شهر أغسطس، ولذلك بداية السفر، ومن ثم سنبدأ ببث البرنامج فور عودتي من السفر. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.